ناقات وانسدادات كثيرة في شبكة الصرف الصحي يعاني منها الأهالي في مدينة معدان بمحافظة الرقة منذ أكثر من 3 أشهر، مما تسبب في إغلاق بعض الطرقات وانهيار بعضها، مسببة حوادث سير وانتشار المياه الملوثة في بعض الطرق الرئيسة. الشبكة عمرها أكثر من 40 سنة، شبكة متهالكة وبدها تجديد، أعمال الصيانة غير كافية، التسريب حاليا ظاهر بالشوارع تكهفات وجوار وتؤدي لحوادث سير، بعض السيارات تنزل بالحفر والشوارع مليئة بالحفر حاليا، وهذا يشكل خطر على الأبنية وعلى المشاة وعلى المواطنين بشكل عام. نسبة 80% من هذه البلدة في مغلقة، الشوارع تحتاج إلى جهود كبيرة جدا. طبعا نحن نبعث بهذه الرسالة إلى كل من يهمه الأمر، ولا ننكر أن القائمين في بلدية معدان قائمين على قدم وساق، لكن ضمن إمكانيتهم. نقص اليد العاملة والآليات ضمن عمل مجلس مدينة معدان يشكل عقبة أمام حل المشاكل البسيطة، حيث يشتكي عمال مجلس المدينة من قلة الدعم وعدم وجود أدوات العمل الأساسية بشكل كاف، بالإضافة إلى عدم صرف مكافآت تقديرا لجهودهم. احنا بدنا عمال تشتغل بدالنا، آليات ما عندنا، خدمات ما عندنا، مكافآت ما عندنا، يعني نشتغل بدينا، بدنا أغراض لنا، باللباس ما عندنا، يعني نشتغل بدينا وما عندنا لا آليات ولا شيء. بدنا أنه نطالب بالآليات ونطالب بالعمال، لأنه قاعد نشتغل ما عندنا قدرة غير هيك. صرف الصحي بالخميسية عندنا على أساس ملعام يسوونه إياه وما يسوونه إياه، تقريبا مساحته شيء 200 متر 300 متر، كل سنة يجي المخطط يحفرون شوي منه ويشيلون ويمشون. طالب الجهات العليا أنه تنظر موضوعنا هذا وتشوف أنه وضعنا، يعني ما هي لهالدرجة، يعني أنه اليوم إحنا عايشين 2 أو 3 شهور بالصرف الصحي ملي بيوتنا. المواطنون يطالبون بحل مشكلة الصرف الصحي لديهم، وخصوصا أن مشاريع العام الماضي لم يتم تنفيذها بشكل كامل من قبل مجلس المدينة، لتستمر المشكلة وتهدد سلامة المواطنين الصحية.